بالرغم إن الأولمبيات هي أكتر منافسة رياضية بتجسد ميثاق الشرف الرياضي من نزاهة وروح رياضية، إلا إن ده ما يمنعش وجود حالات غش على مر العصور، زي ما شفنا متسابقة ضحت بالسباق عشان تسند أخرى مصابة تكمل السباق، وزي ما شفنا محمد رشوان بطل الجودو اللي رفض استغلال إصابة منافسه الياباني في النهائي. في رياضيين كان هدفهم الحصول على ميدالية أياً كانت الطريقة، وحتى لو كانت غير شرعية. انطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية في أثينا 1896، وشهدت أول حالة غش أولمبية. في سباق الماراثون انطلقت المنافسات بين 17 متسابق من 5 دول، أغلبهم طبعاً من اليونان. انتهى السباق ونجحت اليونان في الفوز بالذهبية عن طريق سيريدون لويز، والفضية لتشاريلواس فاسيلاكوس، والبرونزية لسبيريدون بيلوكاس. لكن تم استبعاد سيريدون بيلوكاس صاحب الميدالية البرونزية بسبب اكتشاف غشه وانه أكمل جزء من السباق بعربة الخيول، واستبعاده تسبب في حرمان اليونان من حصد 3 ميداليات بعد فوز المجري جيولا كيلنير بالبرونزية بدلا منه. في أولمبياد برلين 1936 شاركت الألمانية دورا راجين في منافسة الوثب العالي للسيدات وحققت المركز الرابع، وبعدها بسنتين بس قدرت دورا تفوز بذهبية بطولة العالم، لكن دي كانت السنة اللي انقطعت فيها عن الرياضة. إزاي؟ دورا وهي راجعة من المطار شك فيها الموظف إنها راجل في زي سيدة، وتم اكتشاف إنه راجل فعلاً واسمه هورست. أشارت التقارير إلى إن النازيين أمروا هورست بخوض منافسات السيدات من أجل شرف ومجد ألمانيا، وإنه اضطر يعمل كده لحد ما اتفضح أمره. في الوقت نفسه في تقارير قالت إنه اتولد بأعضاء مشوهة، ورفض إنه يفصح إنه ولد، خصوصاً إنه منذ ولادته ومعاملته كانت كسيدة. أقيمت أولمبياد 1984 في لوس أنجلوس، بلد أفلام هوليوود الشهيرة، والحقيقة إن النسخة دي شهدت قصة ما تختلفش عن الأفلام. شاركت بعثة بورتريكو بحوالي 50 متسابق في أولمبياد لوس أنجلوس، كان من ضمنهم مادلين دي خيسوس بطلة القصة، واللي بتشارك في منافستي الوثب الطويل والعدو. أنهت مادلين الجولة التأهيلية من الوثب الطويل في المركز 21، لكن المشكلة الأكبر كانت تعرضها للإصابة. مادلين كان ليها توأم اسمها مارجريت وكانت رياضية، لكن ما قدرتش تتأهل للأولمبياد وسافرت لوس أنجلوس لتشجيع أختها. مادلين طلبت من مارجريت المشاركة بدلاً منها، خاصة أنهم توأم متطابق الشكل. مارجريت شاركت ونجحت فعلاً أنها تقود فريق بورتوريكو للتأهل إلى نهائي سباق 400 متر تتابع، لكن زي أي فيلم بيتم اكتشاف حقيقة القصة في النهاية. تصرف مادلين كلفها في البداية عقوبة عدم ممارسة النشاط الرياضي مدى الحياة، لكن بعد كده تم اكتشاف عودتها في 1988. في أولمبياد سيدني 2000 كانت الأمريكية ماريون جونز واحدة من أشهر المشاركات، خاصة بعد فوزها بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين، لكن تم سحب كل ميدالياتها بعد 7 سنوات. ماريون قدمت أداء مذهل في سيدني 2000، لكن ده أثار الشكوك، خاصة إن زوجها لاعب رمي الجلة عينته كانت إيجابية من المنشطات، لكنها وقتها نفت بشدة استخدام أي حاجة غير قانونية، ورغم نفيها الشديد في البداية، لكن في 2007 اعترفت ماريون باستخدام المنشطات في التدريب قبل أولمبياد سيدني، ووقتها تم تجريدها من ميدالياتها الخمسة.